أخبار اليوم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم وكل سنة وأنتم طيبين. النهاردة والمدة 30 يوم هنكون معاكم فقرة الصحة والرياضة اللي بيقدمها لنا كابتن مينا سمير علشان نقوي عضلاتنا ونحافظ على صحتنا. جزء مهم قوي، الناس لما بتخش الجيم يقول لك أنا أعمل إيه؟ أبدأ تمرين على طول ولا تشقلب في الجيم، ولا بيبقى داخل مش فاهم حاجه، وساعات ممكن ما يكونش معاه كوتش او حاجه، او داخل في وقت ما فيش حد مركز معاه، او الكوتش واقف مع واحد تاني ما بيبقاش عارف المطلوب منه. في حاجه اساسيه قوي لازم تتعمل، اللي هي الاسترتشات او الاطالات. دي 80% هتمنعك من الاصابه، والاسترتشات دي قبل التمرين، في وسط التمرين، وبعد التمرين. دي بتمنع الاصابه اول حاجه. تاني حاجه بتهيئ الجسم وبتدي شكل العضله احلى. يعني انا لما بعمل اطاله لعضله الباي مثلا بايسبس، او بفرد ايدي للاخر قبل التمرين، انا بهيئ الانسجه ان هي جايبه اخرها في الوضع بتاعها ان انا ما اتصابش. لان في ناس كتير بيخش يسخن على الاجهزه ويقوم داخل، الجسم ما خدش الاشاره لسه، او ما وصلش مرحله ان هو يتمرن، فلما يجي يشيل وزن بيبقى الغلط عليه. فانا باخد، لو انا لعبت مثلا على تريد ميل او لعبت على العجل 15 دقائق، سخنت جسمي، بقول له بديله اشاره انا هتمرن او اجهز للتمرين، لازم انا داخل مثلا بعمل استرتشات عامه واسترتشات للعضله اللي هلعبها. بمعنى انا مثلا استرتشات العامه اللي هو مثلا بفرد ايدي كده، بفرد ظهري كده مثلا، بنزل تحت للاخر، بقف كده، بجيب المفاصل من عكس، يعني بحاول اجيب المفصل من اوله لاخره يمين او شمال، بعمل كده بعمل كده، انا بحاول ادي الجسم اخره في اي حركه، عشان اي حركه تاني فيها اوزان الجسم مستعد ليها ما تتمزقش. يعني مثلا انا لو هلعبها ظهر مثلا، وعايز اركز مثلا ان انا اسخن القطنيه، بتبقى فارده رجليها، انزلي تنزل بتحاول تلمس رجليها، تطلع تفرد ظهرها ورا، ادي عدى مثلا، وتجيب اخرها ظهرها الثانيه. هي كده بتاخد جزء كتير، بتعمل استرتش للعضله الرجل والظهر، لان برده ساعات في تمارين زي القطنيه او الديد ليفت بيبقى فيها تشغيل للرجل والظهر، فهي بتحاول تشغل الظهر كله، بتقول للجسم او بتديله اشاره انا داخلة تمرين فمش عايزة تصاب، فأنا بعمل استرتشات، بعمل يعني زي تسخين للعضلة نفسها. في عضلة مثلا زي الترايسبس، أنا بجيب آخرها كده لورا، بفرد كده للآخر أو بفرد كده للآخر، بحاول أجيب آخر العضلة كده، عشان أي تمرين أنا بلعبه برضو ما بفردش المفصل للآخر، لأن في ناس بتلعب بيعمل كده. كده أنا ضيعت جزء من التمرين وحملت على المفصل، والمفصل أصلا ما بيستحملش أوزان. فأنا لما باجي ألعب تمرين زي ده آخري كده، بنزل اي لحد احد، بطلع اخري كده، مفيش حاجه اسمها كده. الرميه دي بتجيب اصابات، ولو ما ظهرتش دلوقتي هتظهر بعد سنه واثنين وثلاثه، وعانى منها لعيبه كتير جدا وعملوا عمليات وما وقفوا عن اللعبه بسبب ان هي ظهرت بعد 10 سنين. المفاصل الاربطه بتاعتها تعبت. في واحد يحمل وزن على عضله الكتف، يمسك وزن مثلا 20 كيلو ويلعب بيه عادي، يمسك وزن تاني العضله مش قادره تشيله، فبيلعب العضله شالت نقول 24 كيلو منه، فاتبقى كيلو، كيلو ده اتحمل على المفصل، والمفصل اصلا ما بيشيلش اوزان، فانا عملت اصابه لنفسي. يجي ناس يقول انا اتصبت في الكتف، انا اتصبت مثلا في القطنيه، لانك انت العضله ما قدرتش تشيل الوزن، فالمفصل دخل معاها وانت حملت على المفصل، ضريت نفسك. فالكوتش هنا او اي كوتش منهم بتيجي لما بتدرب حد او بتتمرن، هي بتعتمد ان هي 10 دقائق اطالات تسخين للجسم كله غير التمرين، والاطالات بتخش في وسط التمرين، بتدي احسن نتيجه، احسن العضله شكل احلى، بترسم من الاخر. وبعد التمرين بديها برضو اطالات، زي ما اقول ايه، يعني الاطالات والكارديو بعد التمرين غير حرق الدهون، بعمل حاجه اسمها كول داون. انا ببقى داخل تمرين وفي اوزان لازم اطلع منه بريح، فعش اطلع من اوزان مره واحده اقوم مريح، لا، لازم اعمل حاجه اسمها كول داون. خلصت تمرين بعمل استرتشات، زي واحد ما ينفعش اطلع بالعربيه على الخامس على طول، اول تاني تالت، بعد كده برجع تاني واحده واحده، رابع تالت تاني، ما ينفعش اطلع على الخامس وارجع على الاول تاني. فبعمل في الاول استرتشات، بخش التمرين بعمل في اخر كول داون استرتشات. انا خلصت التمرين ومده التمرين بتاعتي ما تزيدش عن ساعه ونص، من ساعه الا ربع ساعه ونص حسب انا داخل اعمل ايه، الكارديو بالعضله بكل حاجه. شكرا، وصلنا في حلقتنا. وبكده النهارده تكون انتهت حلقتنا، لكن ما انتهتش لقاءاتنا. تابعونا في لقاء جديد مع فقره الصحه والرشاقه في رمضان. كونوا معانا.